الولايات المتحدة الأمريكية تحركت نحو دول الخليج العربي، وذلك من أجل التحضير لمواجهة إيران. هذه التفاصيل كانت قد نشرت في 24 ساعة الماضية من قبل المونيتور، والتي ذكرت بأن دان شابيرو، هذا الرجل هو كبير مسؤولي سياسة الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأمريكية في البنتاغون، ذهب وبرفقته عدد من المسؤولين أيضا من القيادة المركزية الأمريكية وهيئة الأركان المشتركة إلى المملكة العربية السعودية. وصلوا خلال هذا الأسبوع، ويوم أمس الأربعاء بدأوا باجتماعاتهم مع عدد من الممثلين الآخرين لدول مجلس التعاون الخليجي. وهنا تبحث هذه الاجتماعات عن مواجهة واحتواء التهديد القادم من إيران، وكذلك من الفصائل المسلحة المقربة من إيران، خاصة وأن هذه التهديدات تصاعدت بشكل كبير منذ أكتوبر من العام الماضي حتى يومنا هذا بسبب الأحداث في قطاع غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن إيران متفوقة جدا على مستوى أو المستوى الصاروخي، وكذلك على مستوى الطائرات المسيرة من ناحية التقنيات ومن ناحية الترسانة التي تتمتع بها. وكذلك يجب أن لا ننسى بأن في شهر أبريل من خلال هذا العام هاجمت مباشرة إسرائيل. إيران قامت بمهاجمة إسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق، وتعدت كل المنظومات الدفاعية التي واجهتها ووصلت إلى إسرائيل، وتمكنت من ضرب إسرائيل فعلا بست صواريخ على قاعدة نيفاتم، واحدة من أهم القواعد الإسرائيلية على الإطلاق. وهذا أرسل رسالة غير مباشرة لدول الخليج العربي بأنها قد فعلت ذلك مع إسرائيل التي هي محمية من كل ومن أغلب دول العالم، من الولايات المتحدة ومن بريطانيا ومن فرنسا وغيرها، وكل هذه الظروف الجغرافية والدول التي هي تقع أمامها جغرافيا وتمنعها من مواجهة إسرائيل بشكل مباشر تمكنت من استهدافها. وبالتالي هي رسالة لدول الخليج العربي، أي طرف يعادي إيران أو أي طرف يتعامل مع إسرائيل أو الولايات المتحدة ويهدد الأمن القومي الإيراني، فإيران قادرة على تحقيق استهدافات مستقبلية على دول الخليج العربي من دون أي مشاكل، وستحقق الكثير من الأهداف الدقيقة. وكذلك أن إيران قادرة أيضا على استهداف مثلا السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر كما تفعل جماعة الحوثي بهذه الطريقة، وتضع المملكة العربية السعودية وتورط المملكة العربية السعودية في طبيعة مثل هذه الاستهدافات إن تمت طبعا مستقبلا، بسبب أن بالنسبة للسعودية هذه مسألة سيادة، ولكن إيران ممكن أن تقول أن السعودية تدافع عن إسرائيل. بالتالي هنالك الكثير من السيناريوهات التي ممكن أن تتبعها إيران للتصعيد باتجاه هذه المنطقة بهذه الطريقة التي نتحدث عنها، وهذه تشكل مشكلة حقيقية وكبيرة بالنسبة لهذه النقاشات التي تطرح طبعا من خلال هذه الأمور التي يتحدثون عنها. وكذلك أيضا، وهذا هو الأمر طبعا والمهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هي المفاعل النووي. هي تناقش الآن الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى بنى تحتية نووية، ومسألة النووي بالنسبة لأي دولة هي تعطي قوة كبيرة تستفيد منها الدولة، ولكن أيضا هي مثل القنبلة الموقوتة، في حالة أي استهداف لهذا المفاعل النووي ممكن أن يتسبب بمشكلة كبيرة ودمار كبير للدولة التي تتمتع أو التي تمتلك هذه البنية التحتية النووية، وبالتالي التهديد الإيراني المستقبلي قد يكون خطيرا على هذه المنطقة. على هذا الأساس هذه الاجتماعات كلها تبحث عن عملية تعزيز المنظومات الدفاعية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تعزيز أيضا المنظومات الرادارية المرتبطة بأنظمة الدفاع الجوي، وكذلك أنظمة الإنذار المبكر، وأيضا رفع مستوى العمليات الاستخبارية وتبادل المعلومات الاستخبارية، وذلك من أجل صد أي هجوم ممكن أن يتعرضوا له من قبل الجانب الإيراني بشكل مبكر، وأن لا يكون هنالك خطرا كبيرا قادما من الجانب الإيراني. وكذلك ستكون من خلال كما ذكر في المونيتور، ستكون هنالك مراجعة للهجوم الإيراني الذي نفذ على إسرائيل في شهر أبريل طبعا من هذا العام. وكذلك هذه الاجتماعات تبحث لتعزيز القدرات البحرية لدول الخليج العربي في هذه المنطقة، وذلك لكي تعمل على عملية ضبط أي تهريب قادم من إيران باتجاه جماعة الحوثي للمعدات الصاروخية التي جماعة الحوثي بحاجة لها من أجل إكمال بناء الصواريخ الخاصة بها. وكذلك أن هنالك اجتماعات مرتبطة مباشرة
بجماعة الحوثي وهي منفصلة ومركزة على ما تقوم به هذه الجماعة، بسبب أن الجماعة رغم كل الاستهدافات التي تعرضت لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عمليات البسايدن آرشر مع بريطانيا، مشاركة عدد من الدول استهدفوا كثيرا جماعة الحوثي، موجود حلف حارس الازدهار في هذه المنطقة، ولكن لم يكن هنالك الكثير لردع الجماعة بسبب عدم وجود تقييمات استخبارية كاملة لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن قدرات هذه الجماعة. بالتالي الجماعة ناجحة في استهدافاتها في البحر الأحمر وكذلك هنا في خليج عدن، وأيضا هي لديها استهدافات على مضيق باب المندب ولا زالت تفرض الحصار، وأيضا بدأت تستهدف المحيط الهندي، بحر العرب، لا بل إنها هددت بشكل مباشر بأنها ستبدأ باستهداف البحر المتوسط. والمثير بهذه المسألة بأن مسؤول أمريكي تحدث لبلومبرغ اليوم، قال بأن جماعة الحوثي لديها فعلا القدرة الكاملة لإيصال صواريخها وهجماتها إلى البحر المتوسط، وبالتالي هنالك خطر كبير للغاية لا زال مستمرا من هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس بدأت هذه التدريبات والتحضيرات وهذه الزيارة من وفد وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، يأتي بعد بداية مناورات كبيرة تمت هنا في المملكة العربية السعودية في ينبع المطلة على البحر الأحمر وكذلك أيضا في الإمارات العربية المتحدة. وهذه المناورات بدأت في الأول من مايو الحالي، وهذه المناورات هي مناورات الغضب العارم 24 أي لعام 2024 بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك مملكة البحرين وعدد من الدول الأخرى. وأساسا القيادة المركزية الأمريكية مشتركة بقواتها البحرية وكذلك أن قوات المارينز المشاة البحرية الأمريكية أيضا مشتركة في هذه المناورات. وكان هنالك إعلانا رسميا من قبل القيادة المركزية الأمريكية في 16 مايو عن طبيعة هذه المناورات في المملكة العربية السعودية، ونشروا صورا لطبيعة المعدات والعربات التكتيكية والمناورات التي تتم باتجاه البحر الأحمر، وكذلك نشروا حتى يوم أمس طبيعة وصول مشاة البحرية الأمريكية أيضا إلى الإمارات العربية المتحدة، وبدأوا بالقيام بهذه المناورات بشكل مستمر، وبالتالي هي تستمر لعدة أيام ولا زالت مستمرة على ما يبدو من خلال ما نشر من قبل القيادة المركزية الأمريكية ووفد البنتاغون الذي وصل إلى المملكة العربية السعودية. هو يأتي بعد أيام قليلة من زيارة قام بها جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، إلى المملكة العربية السعودية تحديدا، وناقش فيها العديد من الأمور. ناقش اتفاقا تبحث إدارة بايدن عن تحقيق تقدم كبير فيه، ألا وهو تحقيق تطبيع للعلاقات بين السعودية وبين إسرائيل. والسعودية طبعا واحدة من شروطها أن تكون هنالك دولة مستقلة منفصلة لفلسطين عن إسرائيل، هذه هي واحدة من الشروط. لكن أيضا هو بحث مسألة اتفاقية دفاعية مهمة مع المملكة العربية السعودية فيها التزام أمريكي كبير في حماية المملكة العربية السعودية وتطوير قدراتها وكذلك البنى التحتية النووية، وأن يكون هنالك مفاعلا نوويا سلميا تستخدمه المملكة العربية السعودية. وهنالك نوع من التقدم تحقق في مسألة الدفاع أو الاتفاقية الدفاعية، ويبدو من خلال هذه الزيارة أيضا أن هنالك تقدما بهذا الاتجاه، وقد يعني أيضا تقدما في مسألة البنى التحتية النووية، ولكن ليس واضحا ما الذي ممكن أن يجري في مسألة التطبيع مع إسرائيل ودولة فلسطين في ظل أن هنالك عملية مستمرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وفي قطاع غزة بشكل عام، ولم تتحقق أي هدنة نهائيا. وهذه الترتيبات والتحركات العسكرية التي تجري في منطقة الشرق الأوسط هي تأتي مع توقع الجميع بأن سيكون هنالك تصعيدا من قبل إيران وفصائلها في الفترة القادمة أعلى حتى من المستويات التي نراها اليوم، وذلك بسبب أن إسرائيل مستمرة في التقدم في رفح، واليوم تقدمت أيضا بشكل أكبر بحسب عدد من التقارير التي تحدثت عن التقدم الإسرائيلي، وبدأوا يندفعوا إلى وسط مدينة رفح. وكان هنالك اجتماعا نشر اليوم، ونشرت صورة لاجتماع بشكل حصري على وكالة تسنيم الإيرانية كما تلاحظون، وظهر فيها
قادة مهمين من الحرس الثوري الإيراني، وأيضا قادة مهمين من عناصر الفصائل المسلحة أيضا الموجودة في المنطقة. تلاحظ قائد الحرس الثوري الإيراني، قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، وكذلك محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي، وكذلك هو يعتبر رئيس الوفد التفاوضي لهذه الجماعة، أيضا كان حاضرا. اجتمعوا على هامش تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكان هنالك أيضا حضور من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، كان جالسا بجانب قائد الحرس الثوري أيضا في نفس هذه الصورة. وبالتالي هنالك اجتماع وترتيب وحديث وتصريحات واضحة قالوا بها الآتي، كما تحدثت وكالة تسنيم بشكل حصري: أكد المشاركون على مواصلة الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة مع مشاركة كافة الفصائل وجبهات المقاومة. بالتالي هنالك تصعيد مرتقب، والكل يترقب ما الذي ممكن أن يصل أو تصل إليه جماعة الحوثي، خاصة فيما يتعلق بالهجمات على البحر المتوسط. لكن المسألة الأخرى أيضا والمهمة أن هذه الجماعة منتبهة تماما أن هذه الترتيبات العسكرية التي تجري في المنطقة قد تعني بأن هنالك ترتيبا ضدها أيضا على الأرض من منافسيها المحليين، وتحديدا نتحدث هنا عن الحكومة الشرعية اليمنية أو حتى المجلس الانتقالي الجنوبي. هذه الجماعة تعلم تماما بأن مثل هذه الترتيبات قد تأتي في نهاية المطاف بدعم تتحصل عليه الحكومة الشرعية أو المجلس الانتقالي الجنوبي، وممكن أن تكون هنالك منظومات دفاعية تترتب هنا وأن توضع في هذه المنطقة تحديدا في عدن وغيرها من المناطق الجنوبية في اليمن تحديدا لحماية خليج عدن، لحماية السفن وسفن الشحن هنا في هذه المنطقة من هجمات جماعة الحوثي. بالتالي الجماعة لن تتمكن من تحقيق الكثير في المستقبل في هجماتها، وستكون محدودة نوعا ما في هجماتها باتجاه البحر الأحمر أو حتى باتجاه مضيق باب المندب مع حلف حارس الازدهار، ستحقق هذه المسألة الكثير. ولذلك الجماعة تعلم تماما ممكن أن يكون هنالك ترتيبا كبيرا ضدها من قبل هذه الأطراف في الداخل، وتنشغل عن كل العمل الكبير الاستراتيجي الذي تقوم به في هذه المنطقة. ولذلك هي مستمرة في التعبئة، في التعبئة وتعبئة طوفان الأقصى التي تقوم بها منذ فترة ومنذ أشهر في صنعاء وكذلك في ذمار وعدد من المحافظات الأخرى. في ذمار على سبيل المثال هي أحدث عمليات التعبئة التي قاموا بها، أي انضمام مقاتلين جدد جماعة الحوثي ظهروا بهذا الشكل كما تلاحظون، وهذا هو 22 من مايو، أي يوم أمس استعرضوا مقاتلين جدد انضموا لهذه الجماعة. وكذلك أن المركز الإعلامي لأنصار الله التابع لجماعة الحوثي أيضا أعلن عن خريجين جدد وقوات تعبئة جديدة قد انضمت لهم في مدينة صنعاء، وقالوا بأنها في مديرية التحرير تحديدا، واستعرضوا هؤلاء المقاتلين كما تلاحظون. وإذا ما أخذنا عدد من العلامات لهذه المباني التي تأتي خلفهم نلاحظ بأن هنالك شكلا مميزا لهذه المباني كما نلاحظ، وهذا المبنى على سبيل المثال يأتي على سطحه هذه الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية بالاعتماد على هذه العلامات من المباني، مع حقيقة أن جماعة الحوثي عندما تستعرض مقاتليها الجدد أو خريجيها الجدد هم يستعرضون في ملاعب كرة القدم تحديدا. وبالتالي إذا ما اتجهنا هنا بسرعة لكي نرى هذه المناطق التي يقومون باستعراض مقاتليهم فيها، سنلاحظ بأننا هنا أمام صنعاء طبعا العاصمة اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وهذه هي مديرية التحرير كما تلاحظون، وملعب كرة القدم الوحيد هو هذا الملعب الذي يأتي ترابيا. وإذا ما قمنا بالتفافة على أو الالتفاف 180 درجة واقتربنا من هذه المباني سنلاحظ أنها فعلا متطابقة مع ما رأيناه قبل قليل، وهذه هي المباني واضحة أمامنا وليس هنالك أي اختلاف مع الصورة التي لاحظناها هنا. وبالتالي هذا هو المبنى الثاني مع الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية، وهذا يوضح أن هذا التدريب يأتي في أو هذا الاستعراض هو يأتي في هذا الملعب، وهو ملعب الظرافي الموجود في داخل مدينة صنعاء. وبالتالي هنالك تعبئة مستمرة وليس هنالك أي تباطؤ من الجماعة، لأنها تضع أيضا حسابات دفاعية لأن منافسيهم المحليين ممكن أن يستفيدوا من هذه الترتيبات السياسية والاجتماعات والتدريبات الكبيرة التي تتم في المنطقة.